مهن وصحة. مهن وصحة، ريبورتاجات وحوارات لبعض المهن الموصولة بالصحة في برنامج مهن وصحة على الحياة FM. مرحبا بكم مستمعي الحياة FM في حلقة جديدة من برنامج مهن وصحة في برمجتنا الجديدة على الحياة FM، برمجة برؤية مختلفة وتصور علمي وصحي متميز ومختلف عن باقي الإذاعات. في مهن وصحة حلقة اليوم باش نحكيو على مشروع متميز زادة لإنتاج مواد غذائية تقليدية، فيه 164 امرأة ومشروع ذي اسمه التحدي. معنا ضيفتنا نجوى ضيفلاوي من معتمدية منزل المهيري، هي مديرة المشروع. مرحبا بك. عسلامة. مرحبا، شنحويركم من الكل. مرحبا بك على إذاعة الحياة FM، إذاعة القيروان للصحة. يعيشكم الصحة. شكرا على المبادرة الطيبة، مش أنا على الأقل يوصل صوتي من خلال البرنامج هذا. نقدم لك نفسي، أنا نجوى زفلاوي، رئيسة شركة تعاونية نسائية لخدمات في أي معتمدية منزل مهيري ولاية القيروان، ورئيسة لجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكتب الجهوي بالقيروان في منظمة رواد الأعمال. نتشرفوا بك. هذه رؤية جديدة، تصور جديد ومشروع جديد، هذه الاقتصاد التضامني. كان تحكينا أكثر ربما اللمحة على الفكرة هذه، وكيفاش جاتكم فكرة المشروع؟ أنتم ما شاء الله 164 امرأة اجتمعتوا في مشروع، كان عندكم فكرة مشتركة وأهداف مشتركة وربما برشا عناصر مشتركة اجتمعتوا عليها. طبيعة الحال ما بعد الثورة جت فكرة تكوين شركة تعاونية، على خاطر المنطقة نتاعنا الجهة نتاعنا تمتاز ياسر بالفلاحة وترتكز على المرأة، وتشوف المرأة كيفاش تخدم يعني في ظروف صعيبة برشا، لا تغطية اجتماعية، لا تخدم فريسة، تخدم ما ثماش حاجة تحماها، ما ثماش وسيلة نقل اللي تحماها في الخروج بتاعها للعمل. جيت الفكرة كيفاش احنا نتجمع واحد الكل صغار فلاحات، على فكرة مانيش معنا ناس عندها فلاحة كبيرة، حبينا نعملوا شركة تعاونية اللي تخلينا احنا نخدم يعني توفير موارد رزق للعيش الكريم الكيفي كيف نسير معايا. الحقيقة حاجة باهية برشا، هي احنا نخزروا لها شركة تعاونية هي المستقبل، لكن راهي ثم ظروف صعيبة برشا تمر بها كيف الناس اللي عاملة مجامع وعاملة شركة تعاونية اللي تعيش في الوسط الريفي. ما ثمش دعم، ما ثمش ثم برشا صعوبات في حتى في تأسيسها، في تكوين الشركات التعاونية. الحقيقة معنا ياسر صعيبة برشا في القانون نتاعها. هذا هو ذكاء هذا الكل. اي، وانتم مشروعكم سميتوه التحدي، اكيد باش تتحداوا الصعوبات. شركة تعاونية للخدمات الفلاحية التحدي، سميناها التحدي، تحدي الفقر، تحدي التهميش اللي تعيش فيه المرأة في الوسط الريفي. ونفس الحكايه معناها احنا ذاك علاش عملنا شركه تعاونيه هذيا، باش نوفروا لرواحنا مورد رزق يعني العيش الكريم، معناها يزيدك الاستغلال تعيش فيه المراه، ما نعمموش اما مغلب الفلاحين الكبار ومغلب المستثمرين يستغلوا برشا في المراه يعني باجر زهيد، معناها تخرج من الصباح الليل. مش كيما تخدم في حاجه وكانها تخدم في دارها، مش كيما تخرج لبرا وكيما كنا نحكوا توا في نجحره، ومعنا لا تغطي اجتماعيه ولا حتى شيء، وانت في بالك معنا حتى جاي مشروع احميني لتو ما عمل حتى شيء، لتو معنا هو بيديه واجه في صعوبات ولا هو اعلم وقتاش تحل المشكله هذه. هذا هو مدام نجوى، انتم بديتوا في مشروعكم في صناعه وتعليب الهريسه من مادة موجودة متوفرة في القيروان في المرتبة الأولى. أيه؟ هي الفلفل، خاصة الفلفل الأحمر، وعملتوا المنتوج هذايا واعطيتوه اسم يظهر لي يناسب حتى البنة نتاعو. أيه. أيه. احنا جاء المشروع هذا ترى كل جهة والخصوصيات نتاعها، مش هو تمتاز، احنا جهة القروان تمتاز انتاج الفلفل، انتاج الخضروات، انتاج الزيتون. يعني بالحق الثروات الطبيعية كلها موجودة، رغم أن معنا نعيش تحت خط الفقر، ويعني أنا نشوفها أنها جهة مهمشة مفقرة، مش
خاطر موجود عندنا كل شيء، اما ثم ايدي ما هيش قاعده تعاون في القروان وما هيش قاعده تلفت لها معنا لفته باهيه كما نتصورها احنا. هذا 164 امرأة اجتمعتوا على مشروع بأفكار واحدة وطموح واحد وربما حتى رؤية هكا، اخترتوا ما يكونش معكم حتى رجال. اي بالطبيعة احنا اخترنا، احنا اللي حبيناها نساء يعني نسائية بحتة، حبينا نخدم على تحويل المنتوجات للجهة متاعنا من توابل، من عولة، من هريسة، من سلطة مشوية، عجين ثوم. بدينا نطوروا احنا، بدينا الحقيقة بالهريسة وبدينا نطوروا كل مرة نضيفوا حاجة، وذلك هو باش الواحد ينجم يوصل راهو حاجة واحدة ارتيكل واحد ما نجمش يعني يحافظ على ديمومة الشركة وما نجمش يكفي من تغطيه المصاريف نتاعها والشارج نتاعها الكل. مع هذا مازلنا نعانوا في برشا صعوبات، مع هذا دخلت علينا الكورونا ما الحقيقة ياسر، ما تميش دعم، ما تميش لفتة من السلطات المحلية ولا من الدولة. تونجيو بعد خليلك مساحة ربما باش توجه رسالة للجهات المعنية، ربما نحكيه على يعني أسرار حفظ المواد الغذائية هذه وتعليبها، ثم أكيد شروط صحية، ثم طريقة للتعقيم تعتمدوها يعني باش تحافظ على الصحة. احنا عملنا احنا بطبيعة الحال كل مرأة تونسية، ونحيي كل مرأة تونسية، كلها كل واحدة عندها غرام في حاجة، ما تمش واحدة ما تعرفش تخدم العولة ولا الهريسة ولا كي احنا حابين نخدموا الهريسة كل واحدة تخدم طريقتها، لكن حابين نخدموا وصفة موحدة ونعملوا لها اسم اللي هو اسم الريم، هو يعني صغير بتاع الغزالة باش على خاطر يميل للمرأة للمرأة. احنا ديما بحكم ان شركه تعاونيه نسائيه حتى الاسم حابينه اسم المراه يدل على الاصاله نتاع المراه الريفيه، المراه العربيه، المراه التونسيه والمراه الجميله. ايه ان شاء الله نشوفوا الجميل منه هكا ان شاء الله. اي يعني خذيتوا ربما دورات تكوين في الجوانب هذه التفاصيل علميه صحيه. هو اللي جاي معنا حقيقة أول مرة هو التأثير والتكوين عليه هو من ناحية حفظ الصحة، من ناحية يعني الهيجين والاسم بتاع المنتوج كيفاش سجلناه حتى في الموربي معنا ماركة مسجلة، من ناحية الجودة وصفة موحدة هذه معناها كيفاش احنا نجمو نخدمو خدمة تكون صحية وتكون تقليدية اللي هي متاع جدود نقبل تقليدية وفي نفس الوقت الطريقة عصرية. نخذي عنا لجريمون يعني يعني المقر متاعنا جري تحصلنا على ميدالية ذهبية في 2017 و 2019 ميدالية البرونزية للهريسة البيولوجية. وقاعدين توا نطوروا بالحاجة بالحاجة، كل مرة نضيفوا حاجة، كل مرة نزيدوا ارتيكل. يعطيكم الصحة. لكن يظهر لي الوضعية الصحية جائحة كورونا اللي هي مست برشا قطاعات وأسر، يظهر لي زاد أنتم ضررتوا منها وكان عندها أثر سلبي على مشروعكم. أكيد احنا الحقيقة بحكم أنه ضعف رأس المال من قبل كورونا واحنا نعاني شوي، أما على الأقل ثم شوية خدمة، ثم شوية هك يعني هك وهك، ما نش حابسين كما وقت كورونا. من وقت الكورونا يعني توا من اللي بدات الكورونا من الأشهر الأولانيين من مارس 2020 وإحنا لا خدمة ما نخدموش قليل، شكون يكلمك ساعات على كماندة تبدا كماندة صغيرة يعني ما تغطيلكش المصاريف نتاعك، تولي ترفض أنك تخدمها. والحاجة الأخرى زي ما عندناش وسيلة نقل باش إحنا نروجوا المنتوج نتاعنا. هذه جملة الصعوبات. أي وقت اللي تخدموا تجتمعوا ربما عدد كبير من النساء، ثم عندكم أكيد عاملين بروتوكول صحي. بالطبيعة عندنا بروتوكول صحي نخدموا به. احنا كي وقت الميسرة بتاع الفلفل الحقيقة نخدموا بين 50 60
مراعي يعني. جائحة كورونا كان عندها تأثير كبير على المشاريع الاقتصادية، خاصة المشاريع الصغرى، وكان عندها تأثير على الأسر واستمرارية بعض المهن. مدام نجوى، أكيد أنتم كمشروع، ك 164 عائلة كمشروع زاد اقتصادي في طور أنه يكبر، تعرضتوا لصعوبات، عطلتكم جائحة كورونا؟ عطلتنا برشا، عطلتنا برشا، وعنا برشا، وكثرة وتراكمت من المديونية، من سيناسيس، من القباغة، من مقر، يعني كما تعرف واحد كير، يعني ما عناش كما حكينا على رأس المال ضعيف، ما عناش حتى مقر معنا خاص بينا احنا، كارين على وجه الكيرة. الحقيقة نعانوا في مشاكل كبيرة برشا، وفي صعوبات على الاخر، ويتكلمك مثلا السلطات المحلية كما مثلا المندوبيه نتاع الفلاحه تطلبك انا عامل جلسه العامه نتاعك، جلسه العامه نتاعنا تتكلف 3-4 ملاحي، الواحد كي يبدا يلقى يعني 3-4 ملاحي، حسب رانك انت يخدم بيهم، يشري بيهم ماتيري بريمير ويخدم بيهم باش يخرج من الوضعيه اللي هو فيها، ولا يعمل بها جلسه عامه ويبقى تبقى عندكم ديون. اي الحقيقه معناها مانيش نجمين نخدموا معناها بالطريقه هذه معناها. تنجموا ربما من خلال المؤسسات الداعمه تحصلوا على دعم بالقروض، والا من عش شو شكل من الاشكال؟ القروض فيها اشكاليه زاده، يحب على زعما نعطيني كارت جريز نتاع كهرباء، احنا ما عندناش كهرباء مثلا، وشكون مش يعطيك حتى كي تبدا معاك شكون؟ ما يعطيش كرهبته، ما يعطيش الوثيقه مهمه نتاع الكهرباء نتاعو، ما يحبش. لو كان جبت انا عندي مثلا زامنا اني انا مش نخلص نعطي مش مشكل، ويقول لك جيبي لي مثلا والا زامن يخدم في الليتاتيك، يعني كيف كيف الناس بمشاكلها، وناس عندها قروض، وناس مش تلقى معناها شكون يحلك المشكله هذه. احنا بودنا معناها نكونوا احنا زامنين، احنا بيدينا ما نصورش كان احنا نساء مش ناخذوا قروض وما نخلصوهاش، ولا مش يعني بالعكس شيء هم اللي يخافوا معنا من الامور هذيك، معناها يبدا واحد اكيد برك يخلص باش يزيد ياخذ باش يزيد يطور، خاطر هو حاجه باهيه اللي هو معنا، لكن يلقى مثال حاجه كيما هاك المؤسسات هذوك نتاع التمويل، مصادر التمويل هذوما كيفاش يعطونا من غير التعقيد هذا نتاع زمن ونتاع رسميه، تكون الحكايه تكون خير. هذا هو يعني انتم ما زلتوا تعيشوا في تحدي في الصعوبات هذه ربما، والله من خلالك انت ودعوه للجهات المعنيه، للمؤسسات الداعمه، حتى لوزاره الشؤون الاجتماعيه اللي فتحت باب تقديم مساعدات ظرفيه في ظل جائحه كورونا، ما عرفش تمتعتوش بها على الاقل؟ لا ما عندكمش فيها الحق. يعني هم انا راه انا هو كل واحد يعني مانيش احنا مش نحكموا في العباد كيفاش تخدم ولا في المؤسسات هذيك بكامل احتراماتنا ليهم. اما من المفروض يدعموا الناس تخدم كيما هكا خير من حاجات اخرى. باهي مش تعطيني توا 200-300-400 ما هيش مش تحل لي في مشكلتي على طول. ظرفيه هي حلول ظرفيه. اما لو كان جد عملوا لفته كيما هكا للعباد اللي كيفنا معنا مورد رزق، خاطر هذا تعاوني مره ما عادش نرجع لك ونقول لك زيد هي تعطيني. هذا مدام نجوى، المشروع دفعتوا عليه، ضحيتوا من اجله، واكيد تحبوا تنجحوا، وين تحبوا توصلوا به؟ والله احنا نحبوا نطوروا من المشروع نتاعنا، نطوروا فيه بالحق، نحبوا نخدموا على التصدير. ديجا توا معنا الكليونات اللي قاعدين يتكلموا فيا معنا كلها ديجا من برا، معنا على خاطر المنتوج نتاعنا هيك المنتوج المحلي احنا زادة راهي حاجه تعملها حاجه باهيه، ماهيش حاجه نتاع حاجه ماشي صحيه، ولا مازال تخدم في خدمه كيما هكا بامور منظمه وامور معناها صحيه، مش تلقى روحك معنا خاسر على يعني القوه نتاعها يتكلف غالي. واحنا ديما نعذروا القدره الشرائيه للمواطن التونسي، راهو معنا مش ما يحبش ياكل الحاجه الصحيه، اما ما ينجمهاش، ما ينجمش يشراها مره شهوه، لكن ما يشريهاش يوميا،
هذاك علاش البرودوي هذوما اللي تروارا ما يمشوش عندنا في تونس بالبيه، يمشوا شويه شويه في اللي في شريفين، يمشوا في بوتيك دي سوفينير، يمشوا في الكرون في فاس شويه شويه، هذاك علاش احنا راهو كي نخدموا عليهم من برا هما هذيك معنى الحل اللي مش يخرجنا احنا من الوضع هذا. هذا هو ربما رسالة في الأخير لشكون تحب توجهها، ربما ثم سلطة جهوية، ثم وزارة الاقتصاد والاستثمار، وزارة يعني ترى أنه مشروعكم هذا ما يزموش يضيع، مشروع فيه 164 عائلة يواجه في صعوبات. أنا ديما نحكي في ناجح نقول احنا شجعونا باش نعمل شركات تعاونية، وليدي يقول لي برافو كيفاش عملتوا 164 منخرطه، معنا حاجه باهيه، معنا ما تسميش في تونس شكون عامل جروب مون فيمينين كيما هكا يعني يعني بالعدد هذا. انتم كي شجعتونا هذوك مرة 164 عائله، 164 عائله ما يكفيش المشروع اللي احنا عاملينه شويه هريسه شويه توابل، هذويا يا دوبك نتاع كاباسيتي يعني نتاع 20 واحد احنا نقولوا. اي والاخرين معناهم برانسيب يتمثل مثلا في ميكرو بروجي نتاع شويه دجاج هذه تعمل الارانب، كل 10 20 امراه مثلا يختصوا في حاجه. اكيد نولوا احنا شركنا العدد الكل والناس الكل عطيناها فرصه عمل ويعني ومورد رزق لها وتكون خير ويكون على الاقل يتطور المشروع، يتطور المشروع ونتوما معناها يتمكنوا معناها من وتاخذ استقلاليتها في ميلها في كما تعرف النساء راهم بالحق معناها ثم حاجات تخلي المرأة معناها تعاني في ظروف صعيبة برشا بين الدار وبين الخدمة وبين ماذا بها تخدم في حاجة وهي في دارها باش تنجم تحافظ على صغارها، النساء اللي يخدموا البرا راهم حتى صغارهم ضايعين شوية، ماذا بها تخدم في حاجة اللي هي معناها بحذاها بجنب دارها كما احنا هكا عاملين أتليه مش كما واحدة في الأتليه تخرج عندها راحة تخرج وعندها وقت معين تخدم فيه مش كما تخرج لبرا مع الفلاح الله هو أعلم 20 كيلومتر 30 كيلومتر ما تعرفش على وراها شنو هذا موجود في دار. هذا هو حبيتوا أنتم مدام نجوى 164 عائلة في مشروع للتحدي، تحدي الوضع الاقتصادي الصعيب، تحدي بعض الصعوبات المهنية كما قلت في مهن خدمة الفلاحة والتنقل، حبيتوا ربما وما زلتوا تحبوا تطوروا المشروع هذايا وفيه نظرة تحدي للمرأة ودورها في المجتمع. شكرا لك مدام نجوى، ان شاء الله القادم خير في المشروع هذايا، مشروع متميز، مشروع مختلف، فيه رؤية عميقة، رؤية اقتصادية بأبعادها زادة الاجتماعية، ونحن زادة مواصلين على الحياة فهم مع عديد البرامج في عمق وتصورات مختلفة إن شاء الله في كل مرة في برنامج مهن وصحة نجيب لكم حاجات متميزة. تابعونا على 90.3 ولا على صفحة التواصل الاجتماعي الحياة فهم. شكرا أمل البارز في الإخراج التقني، محمود الترودي في الديجيتال، شكرا مستمعينا، نتلقاه إن شاء الله في حلقة جديدة الجمعة الجاي. مهن وصحة، مهن وصحة، ريبورتاجات وحوارات لبعض المهن الموصولة بالصحة في برنامج مهن وصحة على الحياة FM.